مباراة كانت صعبة، مباراة ديال ديربي تتحكموا فيها جزئيات، وهذا اللي شفنا اليوم. الشوط الأول بدأ بجس النبض، ما كانت فيه محاولات كثيرة، كانت محاولات قليلة إلا بعد تسجيل الهدف. لما سجلنا الهدف شفنا فريق الدفاع الحسني الجديد يخرج، حاول يضغط باش يسجل هدف التعادل. كنا مشينا ببعض المرتدات ما سجلناهمش، جات ضربة جزاء اللي عطات هدف ديال التعادل ورجعت المباراة مرة أخرى للتكافؤ، رغم أنه الشوط الأول كان نوعا ما تفوق ديال الدفاع الحسني الجديد علينا، خصوصا في الاستحواذ على الكرة. الشوط الثاني غامرنا أكثر، لأنه المنسوب البدني ديال الدفاع الحسني الجديد عرفنا أنه غينزل، وهذا اللي استغليناه وقدرنا أنه نضغطوا. مي تجي فوت ديريكت اللي كتعطي هدف، علاش قلت لك جزئيات بسيطة اللي يمكن أنه تحيد لك المباراة، فخطأ تعطي هدف اللي عاود حيا فريق الدفاع الحسني الجديد وعطاه دفعة أو شحنة إيجابية أكثر ورجع في المباراة. استحوذنا على الكرة، حاولنا خلقنا فرص قبل ما يسجل فريق الدفاع الحسني الجديد، كانت فرصة واضحة أنه نسجلوها، ما تعاملناش معها مزيان، ضربات العريضة ومن بعد مشات كورنر. فهنا الدفاع الحسني الجديد لما سجل فشفنا التغييرات كلها كانت مصبة للدفاع، دخل الهدهودي اللي زاد مدافع ثالث، احنا زدنا مهاجم ثاني وحاولنا نمشيو عبر العرضيات. تفوق الهدهودي على المهاجمين ديالنا، قدر انه يقطعهم، ما نجحناش في التسجيل. كيف قلت لك انه الديربي تحكمت فيه جزئيات بسيطه، درنا خطا مباشر اعطانا هزيمه. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.